صار قصني ساعة مدينة قارة 24/7/2012 الساعة 7 صباحا صبح أهالي قارة بقصف صاروخي من المروحيات. إنها إصلاحات للشهر الأسد. انظروا يا عرب، انظروا يا مسلمين ماذا فعل بالثانوية. هذه الصواريخ التي تضرب على مدينة قارة. كل هذه الصواريخ على مدرسة وليس على حصن حربي. الله أكبر عليك يا أبو الحسن، هذه هي إصلاحاتك، قصف المدارس بالصواريخ. هذا ما فعله بالمسرح المدرسي. الله أكبر عليك يا بشار.